مجحف وظالم، مجحف وظالم. أنا مريت بهذا الموضوع بذاك الزمان. تشتري النص من الكاتب وتقول له أشكرك روح لبيتكم. للإيحاء في الأذهان أن هذا الاسم يرتبط بالدماء وليس بالعدالة ومشروع العدالة الإلهي الذي يحمله هذا الإمام الغائب عجل الله فرجه، وستنتهي ويختتم بالتاريخ. دعوة سويتوا هيك، هو اسم بالمسلسل ويا أكثر الأسماء موجودة في الشارع. يطلعون مهدي مجرم سفاك دماء يقتل بالناس. لكن العمل اسمه عالم ست وهيبة منع من العرض ولأسباب تتشابه في الأزمنة وفي الأمكنة للأسف